تشير إلى 3 مقابل دقيقة 95 دقيقة 95 بالضبط. أمين، نشاهد مخالفة ميسي التي جابت كل أنحاء العالم. تعلمون جيدا بأنه عندما يسجل ميسي يكون غطى على مبابي الذي كان ربما هو العلامة الفارقة الأكبر في هذه المباراة. سجل هدفي جلب تقريبا الفوز لفريق باريس سان جيرمان، ولكن بما أن الأمر يتعلق بليونيل ميسي فالثناء ذهب في آخر المطاف كله إلى ليونيل ميسي، وهو يستحق هذا بكل تأكيد. تخيل أن ميسي منذ موسم 2017-2018 سجل 40 هدفا من خارج منطقة العمليات محمد، بفارق 20 هدفا كاملا عن أقرب منافسيه. هذا رقم يؤكد المسافة الكبيرة التي تفصل بين ليونيل ميسي وبقية اللاعبين. محمد، نشوفوا هذا الهدف لليونيل ميسي، هو اللي كان يعني وراء هذا الخطأ، هو اللي جاب الخطأ في هذه الكرة وسجل الهدف. يعني كانت كرة يعني واحد ضد واحد، وين كان رايح على الجهة اليسرى، يعني دار يعني لافانت كور، راح على الجهة اليمنى، ما عسى المدافع إلا أن يفعل عليه خطأ. نشوفه حط الكرة سجلها، الكل هنا كان ينتظر أنه يرفعها فوق الجدار أو يضعها في السماء، لكن يعني التفطن لهذا اللاعب، لاعب مثل ضربها من جهة الحارس، لكن كيفاش ضربها يعني كيفاش جاي يجري لعنده، شاف روحه، أسمع شاف روحه اللي راح يتنحى. فهمت أنا قالتي لماذا يجري نحو ميسي؟ هو دوره على خط تماس لم يؤديه. شاهدنا في هذه المباراة المدير الرياضي لويس كامبوس ينزل إلى المنطقة المخصصة للطاقم الفني ويصرخ على اللاعبين. فضيحة بجلاجل، دوت في كل وسائل الإعلام الأوروبية، الجميع استغرب كيف لفريق محترم مثل فريق باريس سان جيرمان، فريق يلعب رابطة أبطال أوروبا، يحدث فيه تجاوز من هذا النوع. تخيل أنه المدير الرياضي ينزل من المكان المخصص إليه في المنصة الشرفية إلى المكان المخصص للفريق التقني، ولا يكتفي بهذا الأمر، يقوم أمام مرأة من المدرب كريستوف غالتي وطاقمه بالصراخ على اللاعبين وتوجيههم، والصراخ على الحكم أيضا، على حكم اللقاء. فضيحة كبيرة جدا، أكدت للمرة الألف ما كنا نقوله في الحصة السابقة، وهو أن كريستوف غالتي فقد كل الصلاحيات داخل غرف تغيير الملابس ولا يستطيع التحكم أبدا في هؤلاء اللاعبين. نعم، أعتقد بأنه حادثة لويس كومبوس مثل ما قال من جابت العالم بأسره شيء غريب. ربما لو كان الأمر في البطولة الجزائرية ممكن تفهموا، هذه الأمور تحدث منذ سنوات ولا في أي بطولة أخرى هاوية، لكن في الدوري الدرجة الأولى الفرنسية، في الدوري الجزائري ينزل رئيس الفريق وليس يجلس في كرسي الافتراضي ويوجه اللاعبين، لكن في الدوري الفرنسي في نادي بين قوسين عملاق مثل باريس سان جيرمان أنه ينزل المدير الرياضي، وما هنا تشوف بلي حبي بين ربما انه دور غالتي ربما في الفريق قد انتهى، ولو انه هو كان هذه قله احتشاف على استخدام غالتي ليكون مدرب الفريق باريس سان جيرمان قبل ان يسئ لي غالتي. هذه اساءه للنادي بفيه. ميدو قبل ان يسئ لي غالتي، هذه اساءه اولا للنادي، لانه نادي كبير ونادي محترم وينافس على تشامبيونز ليج ويسعى للفوز بها. ثانيا كبير في السنوات الاخيره، في السنوات الاخيره طبعا. ثانيا ميدو، إساءة للدوري الفرنسي، يعني بطل الدوري الفرنسي لمرات متتالية يعني يهين مدربه بهذه الطريقة وأمام مرأة وسائل الإعلام. هل تعتقد حسين بأنها إشارة لغالتي يعني احزم حقائبك ورحل؟ أكيد يريدون أن يطردون سعودي. نعم، لا أعطيك معلومة فقط. نعم حسين، تفضل. التقارير الفرنسية أكدت تواصل لويس كامبوس مع جوزي مورينيو في الأسبوع الماضي وزين دين زيدان من أجل الإشراف على الفريق فيما تبقى من الموسم. تفضل حسين. من الصعب محمد شو، من الصعب أنها إشارة لكي يطردون المدرب غالتي. نشوف المدرب غالتي قام بعدة أشياء إيجابية في فريق باريس سان جيرمان، باش تجمع يعني 3 نجوم في فريق واحد، هذا شيء يعني غير ممكن. من الصعب أن المدرب يعرف كيف يتعامل مع هذا الشيء. نشوفوا مبابي ونيمار وميسي باش تلعب الثلاثي، وفي بعض الأحيان وفي معظم الأحيان هذا الثلاثي هو اللي يسجل الأهداف، هذا الثلاثي هو اللي يصنع الفرجة في الملعب. نشوفوا غالتي وفق لدرجة ما مع هذا الفريق. نعم. ونشوفوا دخول هذا المسير شبه مسير، نشوفوا باللي دار غلطة كبيرة. هو وش كان ينتظر؟ كان يشوف باللي غالتي خلاص خسر المباراة محمد 3-2، من المستحيل أنه يرجع في الدقيقة 87. مبابي يسجل هدف يعني جميل إثر عمل جماعي ما بين فيراتي وبيرنات على الجهة اليسرى، والوانتو. نعم. يمدها بيرنات لمبابي يسجل هدف ثالث، يزيد ميسي
يسجل الهدف الفوز لهدف ثلث نقاط، نشوفوا باللي هنا خطا فادح من جانب اداره فريق بيازجي والمدرب الجالتي. انا نقول لك محمد راح يريح على يعني راس هذا الفريق، لان قدوم مورينيو او زيدان لن يحل المشكل، لان هاد المدربين يحبوا يجوا في بدايه موسم، هاد المدربين ما نظنش يجوا في موسم مثل هذا، وما نظنش ان مورينيو راح يخلي الدوري الايطالي ويخلي فريق لايس روم ويجي الفريق بيازجي ويجي الدوري الفرنسي. نقول لك باللي من الصعب ان ينحيوا المدرب قالت. انا ما نوافقكش حسين، من الصعب حتى انا استطيع ان اشرك محرز ميسي ومبابي ونيمار في تشكيله واحده، ولكن ما هي النتائج التي سأجنيها من هذا التوظيف؟ هو الأول في الدوري. شوف، النتيجة الوحيدة التي أؤكد عليها دائما وأبدا من تنصيب غالتي إلى غاية الآن هي أسوأ فريق باريس سان جيرمان منذ قدوم الإدارة القطرية. بربك هل شاهدت أي أداء جماعي لفريق باريس سان جيرمان هذا الموسم؟ كل فريق يعتمد على فردياته الخارقة في الخط الأمامي، على فرديات ميسي نيمار ومبابي، والدليل هو مباراة ليل التي حسمها الفريق بفضل الفرديات. لذلك غالتي لا أعتقد أنه سيعمر مطولا في هذا الفريق، الآن ينتظرون فقط كبوة جواد جديدة حتى يطيحون بكريستوف غالتي أو يقصى من بايرن ميونخ، سيضحى به بطريقة مباشرة مع الاستنجاد. نعم. ربما بمدرب مؤقت إلى غاية نهاية الموسم، بمدرب مؤقت ليس مورينيو او زيدان. لا أظن. قلنا حتى نهاية الموسم وما كيت وصلوا معاه ما يجيبوش في نادي روما. نعم. او زيدان لا اعتقد بانه سيقبل ان يمسك في وسط زيدان مجنون ان خاطر بمسيرته الكرويه باسطوريته التي يحظى بها عبر تاريخ كره القدم ويمسك زمام امور فريق باريس سان جيرمان سيتعرض للعديد من المهازل وسيهين. نعم. تاريخه الكبير. نعم، إلى نيمار الذي تعرض إلى إصابة في هذه المباراة. النادي الباريسي أصدر بيانا اليوم عبر موقعه الرسمي، قال فيه بأن نيمار تعرض لالتواء في كاحل قدمه اليمنى وأجرى أشعة رنين مغناطيسي أكدت أنه لا يوجد كسر عظمي، إذن ممكن أن يعود بسرعة إلى الميادين. أيضا مبابي واس نيمار وحاول أن يخمد الفتنة الموجودة بينهما بعبارات على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها بأنه أو كارد يعني على صورة نيمار وهو مصاب، قال مبابي بأنه يتمنى عودته سريعا ويتمنى شفاءه، وقال له بالحرف انهض يا أخي فالجميع في الفريق بانتظارك. طبعا هي كلمات معسولة موجهة للاستهلاك، العلاقة بين الطرفين ليست سمنا على عسل. صح محمد، يعني في تصريحات في بداية الأمر تصريح مبابي كان يعني موجه لنيمار، حتى وإن مبابي تكلم وقال لم أوجه هذه التصريحات لنيمار، تكلمت يعني بصفة عامة على كل اللاعبين. ونشوفوا محمد هذه هي يعني إصابة نيمار راحت يعني تنقص يعني من هناك لاعب اسمه نيمار، إحصائية نيمار في فريق بيازجي إحصائية جد جيدة بالنسبة للتهديف أو إعطاء الكرات. نيمار لاعب يعني كبير، لاعب اللي عنده جودة جد ممتازة يعني. نعم. محمد ومستوى جد عالي نيمار عنده، يعني عنده الفائدة اللي يعطيها لفريق بيازجي وشنو هي يعني محمد؟ الكرات، عنده الكرات البينية اللي يعني يمررها للاعبيه سواء ليونيل ميسي أو مبابي أو إيكيتيكي، اللاعبين. نعم. يلعبوا في الهجوم. نعم. يمرر الكرات جد دقيقة محمد، هذه هي القوة تاع نيمار. آخر تصريح لكريستوف غالتي مدرب نادي باريس سان جيرمان قال فيه أو اعترف فيه ب إمكانية إقالته، وقال بالحرف الواحد نعم واجه شبح الإقالة، ولكن أستطيع أن أؤكد لكم بأني أحظى بدعم الرئيس ودعم الإدارة وهذا شيء مهم جدا. لم يقل دعم اللاعبين لأنه العلاقة بينه وبين بعض كوادر الفريق ليست على ما يرام وربما قد تعجل برحيله. أنا لا أستبعد إقالته في حالة ما أقصي الفريق من الشامبيونز ليج ميدو، أما إذا بقي الفريق في الشامبيونز ليج فلا أعتقد أنه سيقال. من الشامبيونز ليج يبقى له فقط الدوري الفرنسي، لذلك حتى ربما نتراجع شوية، حتى ربما المجال اللي أقلته في هذا الوقت والاستعانة بمدرب مؤقت لا أعتقد بأنه لا يمكن، حتى في حال الإقصاء ربما قد يستمر إلى نهاية الموسم ما دام كل الأهداف الأخرى تكون قد انتهت، يتبقى له فقط الدوري الفرنسي، سيلعب ما بإمكانه للحفاظ على لقب الفوز بلقب الدوري مع البيجي. نعم. البيجي لو نعم. لو تصور لو يزيد يخسر لقب الدوري لمصلحة مارسيليا مثلا، أعتقد بأنه ضربة موجعة للاستثمار القطري في بيجي، خاصة وأنه حمد بن تميم الثاني
ثالث امراء قطر على استعداد لتقديم عرض ب 4.5 مليار يورو من اجل شراء نادي مانشستر يونايتد. لذلك لو يشترون مانشستر يونايتد نادي اكثر عراقه من باريس سان جيرمان. سي تون رياليتي. نعم. اذا نمر الان الى الدوري الالماني وسقوط البايرن المره الالف امام بوروسيا مونشن جلادباخ. البايرن غير محظوظ تماما امام جلادباخ حسين. كانت مباراه قويه محمد، شفنا يعني جلادباخ دائما ما يدير عقده لفريق البايرن، شفنا يعني تألق عدة لاعبين خاصة يعني اللاعب الجزائري اللي هو بن سبعيني أدى مقابلة جميلة، كانت عنده تسديدة قوية يعني في القائم. نشوفوا فريق البايرن يعني طاح أمام فريق اللي يلعب كرة جيدة، يلعب كرة سريعة، يلعب كرة إلى الأمام. نشوفوا فريق البايرن عندما يكون يعني ضد منافس ليحسن لعب كرة القدم ويحسن السرعة في اللعب، نشوفه باللي راح يكون عنده دائما بطء يعني في كيفية يعني رجع هذا الفريق. نشوفه البايرن ما راهوش يعني بكامل القوة، حتى وين نشوفه الفوز تاعه ضد فريق باريس سان جيرمان وين تكلمنا ليس ذلك الفريق اللي راهو يمر بأحسن فترات تاعه. نعم. وبالنسبة لبوروسيا دورتموند عامل، بوروسيا دورتموند ايضا يواصل تضييق الخناق على فريق بايرن ميونخ للمرة الاولى، وفي حدث نادر فريق بوروسيا دورتموند دخل بالقمصان السوداء تعود على القميص الأصفر. السبب هو احتفال وتكريم لاعبي الفريق لعمال المناجم الذين ساهموا في بناء مدينة دورتموند في السنوات السابقة وساهموا كذلك في بناء الفريق. نعم. نادي بوروسيا دورتموند الذي فاز بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد أمام نادي إرتا بيرلان. ترتيب الدوري الألماني اقتسام أو شراكة في المقدمة بين ثلث أندية يميد هي بايرن ميونخ 43 نقطة، بوروسيا دورتموند 43 نقطة، ويونيون برلين ب 43 نقطة، ثم يأتي فرايبورغ 40 و لايبزيج ب 39. بعد مرور كم 21 جولة؟ بعد مرور 21 جولة. نعم. ما تبقي 13 جولة كاملة، ربما من المواسم القليلة في السنوات الأخيرة اللي فيه حدة وندية على مستوى صدارة الدوري. كنا متعودين في المواسم الماضية البايرن في هذه الفترة من الموسم على الأقل 7-8 نقاط عن صاحب المركز الثاني، ربما قد نشاهد بطل آخر مختلف في الدوري الألماني.